خلف غياب أمين حارت متوسط ميدان نادي شالكا الألماني عن تشكيلة المباراة التي خاضت لقاء يوم أمس السبت بين المنتخب المغربي ونظيره الملاوي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، موجة من التساؤلات عن السبب الحقيقي وراء إبعاد أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني خلال السنة الماضية عن اللقاء الذي يدخل في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر تنظيمها بالكاميرون يونيو 2019 المقبل. وحسب مصدر خاص لشوف سبور فقد أكد أن اللاعب الشاب تهور ليلة اللقاء وفضل البقاء دون نوم محدثا ضجيجا بالفندق مع إطلاق الموسيقى بصوت مرتفع وتأخر عن وجبة الفطور صباح يوم المباراة، فقرر الناخب الوطني غير في غناغ إبعاده عن لائحة 18 لاعبا متوعدا إياه بعقوبة قاسية. وتوقع المصدر نفسه أن يبعد الإطار الفرنسي رونار اللاعب حارت صاحب حادثة السير المميتة بمراكش التي وقعت قبل شهرين عن المنتخب المغربي في لقائه المقبل أمام جزر القمر برسم الجولة الثالثة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا لردعه وجعله يحترم القانون الداخلي للمنتخب المغربي.